السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرى الشفاء. موضوعنا اليوم موضوع حساس بإذن الله تبارك وتعالى، وموضوع علامة الزهر. بعض الناس أو بعض الرقاة ينكرون هذه الأمر، علامة الزهر أو هذه المسائل. انسى أخي الراقي أو أخي المصاب مسألة الزهر وكلمة الزهر انسها، ولكن هناك حالات مريضة وراثية، لأن تجد آباءهم وأمهاتهم كانوا يذبحون للأضرحة والسادات، كانوا يحيون ليالي عساوة وجلالة، كانوا يحيون هذه الليالي. فمن هم هؤلاء؟ إنهم أولئك الذين قلنا عنهم إنهم زهريون. لذلك الشياطين التي تسكن فيهم تفرض على أولادهم هذه الليالي، وتأتيه في المنام وتقول عليك أن تذبح إذا أردت أن أخرج منك، عليك أن تذبح إذا أردت أن أتركك، أو يضربونه في الليل، يعني يضربونه بإن يتعبونه ويضربونه ويخنقونه ويعذبونه في المنام كي يذبح، ويقول اذبح غدا وإن لم تذبح سنعذبك مرة أخرى، وعندما يذبح يرتاح. هناك من الناس من كانوا يفعلون هذه الأشياء، وأخبرني وقال بأنه كانت تأتي الشياطين في المنام وتقول له عليك أن تذبح لنا. وهناك من الناس كذلك من الإنس من توسوس له وتقول له عليك أن تذبح لهذه الشيطانة التي تتحرش بك في المنام. نعم، قد ذهب وذبح لهذه الشيطانة، هو يظن مسكين أنه خرجت منه، ولكن هو ذبح لها وهي لا تتحرش به في المنام، ولكنها ما زالت في الجسد لأنه عطلت له الزواج نهائيا، وتزوجت به ولم تخرج من جسدي وعطلت له الزواج إلى الآن. لذلك هؤلاء الذين تفرض عليهم الشياطين الذبيحة وهذه الأشياء، أليس هم يصلون ويقرؤون القرآن ويسجدون ويركعون ويسبحون؟ أليس هم يقرؤون القرآن؟ ولماذا لم ينفعهم القرآن؟ لماذا؟ لأن أرواحهم تعلقت بالشرك، أو أرواح والدهم تعلقت بالشرك، وجعلوا الشياطين كأنها مسجونة في أجسادهم، أي تسلطوا عليهم رغما عنهم. لأن هؤلاء الشياطين الذين يسكنون في جسدك، من الذي أرسلهم؟ أرسلهم الأكابر المجرمين الذين يكونون في الأضرحة والسادات، قالوا اذهبوا إلى فلان فلان، نحتاج الذبيحة، يحتاجنا القرابين، لأن ذلك المكان الذي يكون فيه الشرك والذبيحة تتقوى فيه الأباليس والشياطين، فيمرضون ضحاياهم، يعذبونهم كي يذبحوا لهم، ويأتوهم بالطبق من الحلويات وكما ترون في كثير من الفيديوهات، والذبيحة والعجل وغير ذلك الأمور. هؤلاء من هم إذا لم يكونوا زهريون؟ ولكن في الزهري كذلك قد تجد راقي، وقد تجد ساحر، وقد تجد إمام مسجد، وقد تجد شيخ داعية، ولكن كلما كان الإنسان الزهري تربى في بيئة من العقيدة والدين والقرآن والصلاة والعبادة، كلما كان مسلكه في الطريق المستقيم، كلما كان طريقه بإذن الله تبارك وتعالى قويما. ولكن إذا كان هذا الإنسان الزهري لا يجد من يرشده إلى طريق الخير، فقد يضل، قد يصبح ساحرا، قد يصبح هناك من الناس الذين نسميهم زهريين، أو أنتم تنكرون هذه المسائل، تأتيهم الشياطين في المنام تقول له ستكون غنيا ولكن بشرط، سنجعل منك إنسان غني وإنسان موهوب وإنسان كذا وكذا، ولكن عليك أن تدخل إلى السحر. وبعضهم تأتي الشياطين تقول عليك تدخل إلى العرافة والكهنة، أن تخبر الناس ما عندهم من الأسحار وكذا، ولكن أو تخبر الناس عن الأشياء المتلفة لهم، ولكن لا نريدك أن تسحر، ولكن أن تكون عرافا، تخبر الناس عن هذه الأشياء كذا وكذا، وتخبرهم عن الأمور التي يفقدونها، أو تخبرهم عن الناس الذين سحروهم، ولكن لا تسحر. يعني كل واحد على الشيطان الذي يسكنه، شيطان ساحر، شيطان كاهن، شيطان عراف، فيؤثر عليه في شخصيته فيمرضه. لأن السحر، من أين أتى السحر؟ هل الناس الذين تعلموا السحر؟ هل الناس الذين يعلمون السحر؟ الجن والشيطان هم الذين يعلمون الناس السحر. فالإنسان يتعلم السحر، أو الشيطان الساحر من البشر يتعلم السحر، إما عن إحاء الشيطان الذي يسكن فيه فيوحي له بالسحر ويفعله وكذا، أو أنه يقرأ كتب السحر فيتعلم منها، أو الشياطين تفرض عليه في المنام ويتعلم السحر في المنام. هذه الطرق التي يتعلمون بها السحر في المنام أو في اليقظة، أو يقرأ الكتب ويستحضر الشياطين ويقول لهم افعلوا كذا وكذا، ويعطينه إشارة أنهم فعلوا هذه الأمور. وأن أغلب الناس الذين يأتي عليهم تهديدات بأن أن يدخلوا إلى السحر، أو أن يطمعوهم بأن إذا دخلوا إلى السحر سيكونوا أغنياء وسيكون عندهم مال، وأغلب الناس يكونون زهريين. ولماذا تأتي إليهم الشياطين من دون الناس؟
لماذا بالضبط؟ لأن الشياطين يرون عليهم علامات القوة، يرون عليهم علامات القوة التي تؤثر على العالم الآخر الجن، يرون عليهم علامات البركة وعلامة القبول في الأرض، لذلك يريدون أن يؤثروا عليهم، يرون عليهم أنهم سهل أن يصرعوا، سهل أن تدخلهم الجن، سهل أن يؤثروا على العالم الآخر من الجن، لذلك هم يعلمون هذه الأمور ويرونها، والشياطين ترنا ونحن لا نراهم، لذلك هم يرون هذه العلامات، وهذه العلامات تؤثر. وأغلب الناس الذين يكونون زهريين فيهم أنواع، الأنواع الأعلى هم الناس الذين يحلمون بالأنبياء، يحلمون بالأنبياء ويحلمون بالأنبياء ويقول لك حلمت برسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول لك دائما أرى قتال بلا إله إلا الله، أنه يحلم بأنه يحارب ويجاهد في الشياطين في المنام ويحارب بلا إله إلا الله. فهذه العلامة الكبيرة من علامة الزهرية، العلامة الكبيرة عندها منامية، ولكن هناك علامات جسدية مثل خط اليد، مثل الحول في العيون، وأن الإنسان الذي يكون زهري في عيونه لا يرى البعد إنما يرى قربه فقط، والعلامة اليد ونخلتين في الرأس سواء للرجال أو النساء. وكيف نثبت هذه علامة جسدية؟ وكيف نتيقن أن هذا الإنسان زهري؟ يحلم بالملوك والذهب والفضة والمعادن، إذا كان يحلم بهذه الأشياء وبالكنوز فهو إنسان زهري 100% بإذن الله تبارك وتعالى. وهناك من يقول لكم أنت عندك 81، أنت عندك 18، أنا كل هذه ما أعتقد بها بارك الله فيكم، لأنها ليست علامات كاملة ويقينية. أما هذه العلامات فهي يقينية عندي إن شاء الله، هذه العلامات التي قلتها لكم، الحلم بالذهب والفضة والملوك والحلم بالأنبياء. وهناك نوع آخر من الإنسان الزهري كما قلت، يحلم بالأضرحة والسادات والذبائح وعسى وجللة، هذا عنده سوابق من الشرك، ليس هو بالضبط، أو قد يكون هو بالضبط، أو قد يكون والديه أجداده، يعني أن هناك أضرحة تؤثر على هذا الشخص، تؤثر عليه من خلال والديه، أبواه وأمه أو جدته أو جده، لذلك كانوا يذبحون فأثروا على الأولاد، أثروا على الأولاد. إذا كانت الجن لا تؤثر عليك أنت وأولادك، يعني أنا وأولادي، إذا كانت الجن لا تؤثر. ولماذا قال الله عز وجل في سورة آل عمران على لسان امرأة عمران التي قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، يعني هي ما استعادت بالله من أن يحفظ مريم فقط، حتى ذريتها، لأن الشيطان الذي يؤذي مريم كذلك سيؤذي ذريتها، وإذا الله عز وجل حصن مريم سيحصن الله عز وجل ذريتها من الشيطان الرجيم. افهموا هذه النقطة بارك الله فيكم، فهي نقطة أساسية في العلاج. فبعض الأحيان يكون إنسان عدو ما يجهل، فإذا إنسان يجهل أمرا ما فهو يكون عدو له، ينتقده على مواقع التواصل، ولكن الوقائع والتجارب تثبت هذا الأمر. ونحن لا نعتقد أن الإنسان الزهري هو نبي أو نقول هو ملك من الملائكة، إنما هو بشر يؤثر على العالم الآخر فقط. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.